وأوفر منحه، فلا عجب أن يكثر صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العافية. فمن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وجسدي. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ويوصيهم بسؤال العافية فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي:
يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. وأرشد صلى الله عليه وسلم زوجته أم حبيبة رضي الله عنها بقوله: ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية في الصلاة وغير الصلاة، ففي الصلاة كان يدعو في الجلسة بين السجدتين فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ومن أدعية قنوت الوتر التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة كل يوم وليلة في طلب العافية من الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك